السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول والإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية مع الأستاذ سيف محمد معلم اللغة العربية بمدارس رواد المستقبل للغات. ودرسنا اليوم بعنوان التعاون هو نص من النصوص الشعرية، نص شعري. النص يقول: للشاعر إبراهيم العزب، وهو شاعر عربي معاصر له العديد من دواوين الشعر وإصدارات في أدب الطفل. النص: يقال كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة، فنضب النبع ومات الزرع وغلب الحزن وسال الدمع، فقالت الشيوخ للشبان: الأمر سهل وهو في الإمكان، نقيم سدا فيه نحفظ المطر، ومنه نروي زرعنا على قدر، فاستحسنوا مقالهم جميعا، ونهضوا لشغلهم سريعا، فأينعت حقولهم بالكد، وغرد الشلال فوق السد. جو النص: يحاول الشاعر أن يبين أهمية التعاون بين الناس للوصول إلى أفضل طرق لحل المشكلات، ولذلك تحدث عن تلك القرية وما حدث فيها من مشكلة الماء، وكيف استمع الشباب لحكمة الكبار وتعاون الجميع من أجل حماية القرية. مع الفكرة الأولى من النص: أثر قلة الماء. يقال كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة، فنضب النبع ومات الزرع وغلب الحزن وسال الدمع. مع بعض اللغويات: قرية جمعها قرى، معمورة مسكونة ومضادها مهجورة، بالغنى مغمورة أي بالخير مملوءة، نضب النبع جف مصدر الماء، غلب انتشر، سال جرى وتدفق، والمضاد توقف، الدمع وماء العين والمفرد دمع. مع الشرح: يصف الشاعر القرية فيقول بأنها كانت عامرة بالناس والزرع والثمار والغنى، فلما جف مصدر الماء مات الزرع فحزن الناس حتى بكى. من مواطن الجمال: يقال، الفعل هنا مبني للمجهول للتعبير عن شهرة القصة. كانت قرية معمورة، تعبير جميل يدل على انتشار البهجة والازدهار. بأهلها وبالغنى مغمورة، تعبير جميل يدل على سعادة أهل القرية. بالغنى مغمورة، تصوير للغنى بماء يغمر القرية، مما يوحي بكثرة الخير فيها. معمورة ومغمورة بين الكلمتين تقارب في النطق، أحدث جرسا موسيقيا يجذب الأذن. نضب النبع، تعبير جميل يدل على تغير حال القرية. مات الزرع نتيجة لما قبلها، وتعبير جميل يدل على خطورة المشكلة. نضب النبع، مات الزرع، غلب الحزن، سال الدمع، بين الجمل إيقاع موسيقي جميل تطرب له الأذن. نضب، مات، غلب، سال، بين الأفعال الماضية ترتيب منطقي دقيق للأحداث، وكل فعل نتيجة للفعل الذي قبله. فعندما نضب النبع أي جف مصدر الماء أدى إلى موت الزرع، وعندما مات الزرع انتشر الحزن بين أهل القرية، وعندما انتشر الحزن نزلت الدموع دليلا على هذا الحزن.
حكمة الكبار حكمة وخبرة الكبار. فقالت الشيوخ للشبان: الأمر سهل وهو في الإمكان، نقيم سدا فيه نحفظ المطر ومنه نروي زرعنا على قدر. من اللغويات: الشيوخ مفرد شيخ، مفردها شيخ، وهو من أدرك الشيخوخة، والمراد ذو المكانة من فضل أو علم. الشبان مفردها الشاب، وهو من أدرك سن البلوغ إلى 30. سهل يسير، والمضاد صعب. في الإمكان ممكن، والمضاد مستحيل. نقيم ننشئ ونبني، والمضاد نهدم. سدا أي مانعا، وجمع سد سدود. نحفظ ندخر، والمضاد نضيع. المطر هو الماء النازل من السماء، وجمع المطر الأمطار. نروي نسقي على قدر، بمقدار ما يكفيه، والمضاد إسراف، وجمع قدر أقدار. من مواطن الجمال أو من الشرح في البداية قبل أن نبدأ: فقال الكبار إن إعادة بناء القرية أمر سهل، ولكنه يحتاج القوة والشباب. وهذا ما قاله الشيوخ للشبان. الشيوخ أصحاب الحكمة وأصحاب الخبرة اللي نقلوها إلى الشبان، قالوا لهم إن الأمر ممكن وسهل وفي المقدور. طب ما الحل أيها الشيوخ؟ ها، أعطوا الشباب النصيحة بأن يبنوا سدا منيعا لحفظ ماء المطر، ثم تأخذوا منه أي من الماء خلف السد ما تحتاجونه للزراعة والشرب فقط، للحفاظ عليه، للحفاظ عليه. من مواطن الجمال: قالت الشيوخ للشبان. هذا التعبير يدل على أو يوحي بخبرة الشيوخ اللي نقلوها إلى الشبان. الشيوخ والشبان بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكد. الأمر سهل وهو في الإمكان تعبير جميل يدل على سهولة الخروج من المشكلة. كلمتي سهل وفي الإمكان بينهما ترادف يؤكد المعنى. نجاح التعاون نتيجة بناء السد بعد ذلك: فاستحسنوا مقالهم جميعا ونهضوا لشغلهم سريعا، فأينعت حقولهم بالكد وغرد الشلال فوق السد. من اللغويات: فاستحسنوا أي أعجبوا، والمضاد رفض. مقالهم رأيهم واقتراحهم، والجمع مقالاتهم. نهضوا أسرعوا، والمضاد أبطأوا. لشغلهم عملهم، والمضاد بطالتهم. وجمع شغل أشغل. أي نعت نضجت وطابت وازدهرت، والمضاد زبلت. حقولهم مزارعهم، والمفرد حقلهم. بالكد التعب والجهد، والمضاد الراحة. غرد غنى، والمضاد بكى. الشلال سقوط الماء في مجرى النهر، وجمع الشلال الشلالات. فاستحسنوا مقالهم جميعا أي رحب الجميع برأي الكبار، وبدأ أهل القرية التعاون جميعا في بناء السد. ماذا حدث؟ عادت القرية كما كانت من قبل، وازدهرت الحقول، وزاد الماء حتى نزل شلالا كبيرا. وكان ذلك نتيجة التعب والجهد والتعاون بين الجميع، بين الجميع. فاستحسنوا مقالهم جميعا تعبير جميل يوحي بحكمة الشيوخ وقوة رأيهم. والفاء في كلمة فاستحسنوا
تفيد سرعة إعجاب الشباب بنصيحة الشيوخ. جميعا تفيد العموم والشمول. نهضوا لشغلهم سريعا، تعبير جميل يوحي بالحماس وسرعة تنفيذ رأي الشيوخ واقتناعهم ب من مواطن الجمال. فيه نحفظ المطر، تصوير جميل للمطر بالكنز الثمين الذي يحفظ أو يحافظ عليه أهل القرية، وهو أسلوب مؤكد بتقديم الجار والمجرور على قدر، تعبير جميل يوحي بالحرص على استخدام الماء أو في استخدام الماء والاعتدال فيه أيضا. البيت الثاني، نقيم سدا فيه نحفظ المطر ومنه نروي زرعنا على قدر. بين الشطرين في إيقاع موسيقي تطرب له الأذن، فنهاية الشطر الأولاني الأول اللي هو المطر هنا المطر، ونهاية الشطر الثاني قدر، بينهما اتفاق في الايه في الحروف وفي النطق، يعطي جرسا موسيقيا تطرب له النصر. فأينعت حقولهم بالكد نتيجة للأخذ بنصيحة الشيوخ، تعبير وأيضا تعبير يوحي بأثر الجهد والتعب في إعادة الحياة للقرية والحكومة. غرد الشلال، نتصوير جميل للشلال بالطائر المغرب، وهو تعبير جميل يوحي بانتشار الفرحة والسعادة. فوق السد، هنا الشاعر اختار السد لتغريد الشلال فوقه، يوحي بأن هذا البناء اللي هو السد المقصود بالسد هو السبب في سعادة أهل القرية. البيت السادس كله نتيجة للبيت الخامس، مناقشة النص، كيف كان حال القرية وماذا حدث لها؟ كانت القرية عامرة بأهلها ومملوءة بألوان الخير، والجميع يعيش في رخاء وغنى. تعرضت القرية لمشكلة كبيرة، وتحول حالها من الغنى إلى الفقر ومن الرخاء إلى الشدة. ما المشكلة التي واجهت القرية؟ المشكلة هي جفاف مصدر الماء، مما أدى إلى موت الزرع، فانتشر الحزن والهم بين أهل القرية. بما نصح الشيوخ الشبان، ولماذا؟ نصحوه ببناء سد لحفظ ماء المطر وري الزرع منه دون إسراف. كيف استقبل الشباب نصيحة الشيوخ؟ أعجب الشباب بنصيحة الشيوخ ونهضوا وتعاونوا لبناء السد. كيف نجح أهل القرية في حل المشكلة؟ عن طريق التعاون والعمل الجاد. ما ثمار تعاون أهل القرية؟ بالتعاون عادت القرية لما كانت عليه من خير ورخاء، فنضجت الثمار مرة أخرى بعدما تدفقت المياه في السد. وفي نهاية درسنا، نتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، وإلى لقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية.